حياكم الله مشاهدينا. رمضان هالعام راح يكون مع بداية الإجازة الصيفية اللي يخلي في هناك فرصة خصوصا بالنسبة للطلاب اللي كانت تشكل لهم الدراسة في رمضان نوع من العبء، وأعتقد أن ذلك يعتبر فرصة ملائمة لتعزيز المقاصد التربوية لهذا الشهر الكريم واستثماره. فعلا حلو الواحد يستثمر هذا الشهر الفضيل بأمور خيرية، وانطلاقا من هذا المبدأ انطلق مشروع معا التنموي، أطلق حملة جود من الماجود الخيرية لتوزيع الوجبات التموينية خلال شهر رمضان المبارك على الأسر المحتاجة والمتعففة، وذلك بشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب ومشاركة شبابية مميزة. نفتخر الأمانة احنا بشباب الكويت اللي متواجدين معنا في استديو صباح الخير الكويت، الأستاذ مبارك المفتاح ممثل العلاقات العامة والفريق الإعلامي في مشروع معا، ومنيرة الشرارة صباح الخير منسق العام للحملة. راح نتناقش معاكم أكثر ونسولف عن هذه الحملة، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. أنا عجبني في التقرير اللقطات الأخيرة أو اللقطة الأخيرة تحديدا اللي هي الدموع اللي كانت تمسح. مثل هذا شائع عندنا من عشرات السنين، الجود من الموجود، وكانوا يطبقونه قولا وعملا أهلنا قبل في السابق. أسأل إخواننا للسؤال لك أستاذي عن حملة الجود الموجود اللي راح تنطلق في رمضان، سبب اختياركم لهذا الشعار؟ اولا صباح الخير استاذ محسن واستاذه فاطمه، حياك الله. حملتنا احنا يعني اخترنا اسم جود من الماجود لانه هو مثل كويتي قديم، يعني يمثل القيم والعطاء لل نعم العطاء اللي تعودنا عليه في الكويت من زمان يعني بعيد، والكل يعني مجبل على هذه الصفة العطاء، وأهل الكويت دائما يعني يتصفون بالكرم للقريب والبعيد أيضا. منيرة ما شاء الله قاعد نلاحظ أن عطائكم في هذا المجال كبير وواسع، والحملة هذه مستمرة للسنة الثالثة على التوالي. شنو اللي استفدتوا منه من خلال الأعوام اللي طافت اللي من خلالها أطلقتوا هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. صباح الخير. صباح والله استفدنا كلمة العطاء، نعم بروحها بحر، يعني لما تنزلين على أرض الواقع تشوفين ناس، وايد ناس يقولوا لك يعني معقولة في ناس محتاجة في الكويت؟ بس لما طلعنا ورحنا ووزعنا شفنا فعلا في ناس وايد محتاجة. لا تشوفين لما مثلا نعطيهم الوجبة لا تشوفين ابتسامتهم، ردة الفعل بحد ذاتها، واللي يستقبلك بدعوة، واللي يعني أشياء ترد الروح فيك. حلو. طيب جميل ان احنا نشوف مثل هذا الشيء في شبابنا، لكن اذا تكلمنا عن العمل التطوعي بدون شك هو يهدف الى تعزيز مفهوم العمل التطوعي للشباب، ترسيخ قيم العطاء، تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي. انتم بالنسبه لكم ما هي الفئات العمريه المشاركه في هذه الحمله اللي متطوعين في حملتكم؟ احنا عندنا من 17 سنه لما 34 سنه، وعندنا هم هالمره متطوعين صغار اطفال من 5 سنين ما شاء الله لما 14 سنه، وعندنا ركن خاص للاطفال يعني. نعم. فالمتطوعين ما شاء الله عندنا الحين وصلنا امس 60 متطوع متطوعه. اللي قبل 80 كان ما شاء الله، يعني 60 اللي قبل 80. بعد اذنك اختي فاطمه، لما تقولي اللي عمره 5 سنوات هو يعني بيشيل ويروح ويرد، وهذا معاهم يمكن ما هو عارف في البدايه شو اللي قاعد يسويه الا انه موجود ويشارك، بس شلون راح توصلون له من خلال العمل ان انت اللي قاعد تسوي هذا عمل تطوعي بحيث انه يتربى عليه؟ هو مو بس العمل التطوعي، احنا قاعد نعلمه على العمل الجماعي ايضا. طيب ان لما انت ياخذ البوكس احنا نكون نمشي معاه، مثلا انت قاعد تحط كذي انت راح تساعد هالناس، في ناس محتاجه، يعني قاعد نعلمهم حتى مثلا لما
يطيح منه شيء الثاني يشيل. هو قاعد يساعد، قاعد يشوف عمل جماعي، هذا هو اللي احنا نبيه. يعني وتعززون عند الاطفال يعني هذه القيم الانسانيه، قيم العطاء والكرم والعطاء من غير انتظار المقابل. ايضا مبارك، كلمنا عن اهدافكم في هذه الحمله. احنا اهدافنا الاساسيه ان نعزز القيم، قيم العطاء في مفهوم الشباب. وهم عندنا احنا بعد من اهدافنا ان نعمل في جماعه، عمل يعني جماعي. نعم. عمل جماعي. وفي وايد قابليه حقنا على الاعمال الجماعيه. نعم. التطوعيه والتطوعيه. ما شاء الله، يعني انا وايد انصدمت من الشباب الكويتي حاب. نعم. انه يقدم اي شيء لوطن الكويت الحين. هذا هو شبابنا فيه خير، بس يبي اللي يدعمه، يبي اللي يمسك ايده عشان نقدر نكمل. هذا هو اللي يخلينا ننتقل للدور اللي تقوم فيه وزارة الدولة لشؤون الشباب، وهي لها دور استراتيجي كبير معاكم. وبالتالي مثل ما تفضلتي اختي منيرة ان شبابنا فيهم خير، وهذا اللي كنا نأكد عليه من عدة سنوات، والان ظهرت مثل هذه الوزارة وبالتالي قاعد تحتضن الشباب. شنو الدور اللي انتم لقيتوه وانعكس عندكم متمثلا في تفاعل وزارة الدولة لشؤون الشباب معاكم؟ بالبداية احنا مشروع تطوعي، هو مشروعنا اسمه معا الكويت في التنمية. جود من الماجود احد المشاريع التطوعية اللي يقوم فيها مشروع معا. احنا بشراكة استراتيجية مع وزارة الشباب في المشروع ككل، وحملة جود الماجود قدمناها مبادرة، ونشكرهم طبعا على الموافقة على المبادرة. ساعدونا في جود واحد واثنين، هذه السنة الثالثة بإذن الله على التوالي. قدموا لنا الدعم. نعم. وفي منهم اشخاص، في منهم مشاهير قاعدين يساعدونا في الحمله، قاعد يدعمونا مثل بالسوشيال ميديا وككل. نعم. يعني يعطيكم الف عافيه. الامانه احنا نفتخر عبد المحسن بشبابنا الكويتي اللي قاعد يعزز في المجتمع هذه القيم الجميله الانسانيه اللي فيها الكثير من العطاء، وهذا شيء مو غريب على اهل الكويت وشباب الكويت. خاصه الحمله راح تتزامن مع فصل الصيف، وفي شهر رمضان تحديدا الشباب عندهم وقت فراغ حلو انه يستغلونه بشيء يفيدهم وينمي من شخصيتهم. انت شخصيا مبارك، شو اللي غير فيك العمل التطوعي؟ ابتسامه انا اشوف. انا غير فيني وايد اشياء. نعم. اول شيء انا داش جود اثنين مو جود واحد، وتحسبت وتندمت اني ما دشيت جود واحد. نعم. علمني شلون اتحمل يعني الاشخاص. يعني مرات نروح نعطي، مرات في ناس لهم سعة صدر انك تعطيهم هذا، وفي ناس لا والله يصير بينك وبينهم مثل حاجز. نعم. فتعلمت شلون اتعامل مع الاخرين اللي عندهم التعفف. إيه. تعلمت شلون انا اتعامل مع الاخرين، شلون اوظب نفسي حق العمل. يعني عندنا تايم احنا محدد، هذا احنا نفتقده كشباب، احنا نفتقده. نعم. احساس بالمسؤوليه ايضا، المسؤوليه اكثر. نعم. صار. وتعلمته خارج، يعني خارج جود. يعني احنا جود عندنا بس شهر واحد. اللي هو برمضان. بعد انت عندك 11 شهر في السنه، فال 11 شهر هذا انا قاعد اسوي اعمال نفس جود. يعني انا تعلمت من جود وايد اشياء، استفدت منها وايد اشياء. هني انا اقول حق الشباب تعالوا تطوعوا ويانا، راح تتعلمون وايد اشياء تفيدكم، يعني وتفيد المجتمع. وتفيد المجتمع اول شيء، تفيدكم بلد، راح تفيد بلدكم طبعا الكويت. طيب انتم تتجهون، انا اللي بفهمه اكثر عشان يوصل للساده المشاهدين، هو تصلكم مثلا مواد غذائيه يعني ولا اموال ولا ايش اللي يوصل لكم بحيث ان تتوزعونه؟ احنا يلنا دعم من وزاره الشباب كماده، ماده، واحنا نسعى في ان احنا نجيب المواد التموينيه، الكراتين، التنظيم، كل شيء علينا، مجرد ما هم يعطونا الماده ويتابعون معنا اول باول. نعم. لان في هناك جهات مثل بيت الزكاه على سبيل المثال يعرف الكثير من الاسر المتعففه اللي ما لجأت الى بيت الزكاه ولا غيره ولا غيره، ولكن متعففين، فبالتالي بالامكان ان انتم توصلوا لهم. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني عمليه انه مثل ما قلت انت تنصدم في بعض الناس يصدونك ولو انه يكون محتاج، من ممكن الاستعانه بشخصيات تعطيكم الطرق المثلى للتعامل مع هذه الأسر. احنا بتفضل بقول لك ان العام لما كنا في جود اثنين
رحنا زرنا التعريف بالإسلام، لجنة التعريف بالإسلام. نعم. فناس هناك وايد مساكين يعني محتاجين، وفي منهم أسر متعففة. فهذه من ناحية. في ناس إحنا لا معانا من أيام جود. تعودوا علينا كل سنة مجرد ما نفتح باب التسجيل اتصالات خلاص تعودوا علينا، حتى في نصهم يقولون أنتوا عيالنا. لما يدقون علينا انتوا عيالنا تعودوا علينا، قمنا نحفظ اساميهم خلاص، قمنا لما نوصل مكان قمنا نعرفهم من الاشكال الاغلبيه يعني. لا وبعد عارفين التايم يعني بالضبط، يعني اذا قيل علينا يوم 30/5 ها ما اعطيتونا شيء، قلنا لهم ان شاء الله هذه نقصه رمضان تودونا حق اهلكم وناسبك يعني. حتى لجان التعريف بالاسلام يعني لما يروح ما شاء الله العدد هناك كبير لا اله الا الله، فهم يكونون اللي يكونون توهم داشين في الاسلام، هذا شيء يجذبهم انه فعلا الاسلام في خير وعمل. نعم. خير وكذا احببهم. نعم. زياده. حلو مبارك، يعني اكيد يمكن في ناس الحين قاعد يتابعونا وحابين ينضمون لحملتكم جود من الماجود، شلون ممكن يسجلون، شلون ممكن ينضمون معكم في هذه الحمله؟ اول شيء بشكر الراعي، راعينا نادي العربي الرياضي. عندنا صاله احنا في نادي العربي الرياضي، صاله المرحوم ناصر علي ناصر بهبهاني، متواجدين يوميا من الساعة 5:30 إلى الساعة 8. هناك نسجل في تسجيل حق المتطوعين. عندنا التواصل الاجتماعي بعد. لما يسجل يلبس الفست وينطلق معاكم. عندكم التواصل الاجتماعي؟ التواصل الاجتماعي. انستغرام. انستغرام وتويتر وسناب. حطيته الاخوان في هذا هو موجود. معن اي كيو 8 كلهم، وعندنا ارقام تليفونات بعد. نعم. وارقام تليفوناتكم. وارقام تليفونات متواصل. حلو. حلو. الاخوان اللي يبون ينضمون لكم ما عليهم الا انه هو يا يكلمكم عبر الحساب او يكلمكم عبر الدايركت. نعم. عن طريق بس انا التليفون. بس عندي شغله بقولها حق اللي حاب يتطوع ويانا. الامور الصحيه يعني اذا هو كان تعبان، هذا اللي بنتكلم عن الشروط. شنو هي الشروط؟ الشروط انه اذا كان هو تعبان صحيا غير لائق صحيا يعني يتجنب، علشان يصير المجهول يبلغ التسجيل في البدايه يبلغنا هو حياه الله، بس عشان يبلغنا احنا ندارك الموضوع. ليش ما يكون عندكم فورمة؟ عفوا بس يكون عندكم فورمة يروح اللي يفحص بالمستوصف ويعطيكم الورقة العادية اللي هي مكتوب فيها لا صحيا. في ناس يستصعبون هالشيء يعني. يعني لا في ناس انه جاي تطوع يعني ايش دعوه بروح اسوي كذي. احنا اساسا عندنا شباب اسعافات اولية. نعم. اول باول وحزت كل احتياطاتكم بالضبط. نعم. وحزت التسجيل في شروط احنا حاطينها عند البوابة، الالتزام طبعا بالاداب. نعم. اللبس لبس معين، ممنوع الشورت عندنا، التدخين داخل الصاله ممنوع، ممنوع. برافو عليكم. حزت لبس الفيست مثلا بياخذ الفيست حتى ثاني مو معقوله يعني بنت تلبسها في ريحه سجاير او شيء كذي. نعم. خليهم شوي يتركون السجاير. نعم. يعني يهتمون بصحتهم يعني بالضبط. دامهم يعني اتجهوا للاعمال التطوعيه والانسانيه المفروض ينعكس ايضا على صحتهم وعلى طاقتهم، ترى سبحان الله العطاء يعطي طاقه ايجابيه كبيره للانسان. واحنا نفتخر فيكم الامانه ونقول عبد المحسن هذا هو الكويتي. هذا هو الشاب الكويتي وهذه هي الشابه الكويتيه سعيد اللي دائما عندهم هذه المبادرات الانسانيه. والله سعيد اني اشوف النماذج هذه، عسى الله يعطيكم الصحه والعافيه. والاسعد اكثر انه قاعد نشوف تفاعل وزاره الدوله. نعم. اللي شؤون الشباب، الكثير من الشباب اللي احنا التقينا لهم في برنامج صباح الخير، الداعم استراتيجي دائم لهم وزاره الدوله للشباب، وهذا دورهم وانتم اللي تنفذونه ان شاء الله. تفضل بغيت كل شيء. اي عندنا احنا هالسنه فعاليات وايد حلوه في جود. سوينا يوم مخصص للعائلات وهذا اول يوم، اول مره تصير في جود يشوفون عيالهم وهم قاعدين يشتغلون، هم يتطوعون يعني كبار صغار اي كان من العائله. وعندنا يوم مخصص للاطفال وهم حددنا في كل اسبوع يوم، يعني احنا حاطين ركن حق الاطفال حق الامهات اللي ودهم يجون وما عندي مكان احط عيالي. فعندنا احنا واحد من مشاريعنا الربحيه عندنا جرني توجذر حق الاطفال، فحاطين كورنر حق ماكسيموم 15 طفل. بس طبعا ما راح ننساهم طول ايام شهر رمضان،
فعندنا بكل اسبوع يوم او يومين حق الاطفال عشان يتعلمون على التطوعيه. يوم مخصص للقرقيعان. حلو، يعني في مقسمين وقتكم وفي فعاليات كثيره ان شاء الله ضمن هذه الحملات. اما بس ذو احتياجات الخاصه طبعا اكيد ويا المتطوعين، هذا لا، هذا لازم، احنا مو يوم مخصص، مفتوح لهم اساسا. انا قاعد البس الامانه من خلال ضيوفنا عبد المحسن الحماس والشغف من خلال هذه الحملة، موفقين إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. شكرا لضيفنا مبارك المفتاح، ممثل العلاقات العامة والفريق الإعلامي في مشروع معا، وأيضا كل الشكر لمنيرة الشرات منسق العام للحملة، نورتونا في استديو صباح الخير الكويت. عندنا فقرات كثيرة عبد المحسن، اليوم ننتقل للفقرة الكويتية، وطبعا حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الفن والغناء في عالمنا العربي، وأحد أهم أهرامات الغناء الكويتي ورائد من روادها اللي صنعوا مجد الأغنية الكويتية في أعمالهم الغنائية وألحانهم أيضا، اللي تعد بصمة مميزة على جبين الأغنية في دولة الكويت. نخليكم مع الفقرة الكويتية والفنان الراحل عبد اللطيف الكويتي.